السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمد بسنتي من مدينة سيو، وأدي صلاة التراويح بمسجد عبد الكريم الخطابي، عمري 12 سنة، بس حامل لكتاب الله. بالنسبة للحفظ ديالي بديت كانت عندي 6 سنين، وكملت القرآن عبر 9 سنين. الأب ديالي والأم ديالي بحفظ القرآن الكريم، الأب ديالي إيمان. شاركت بعديد من المسابقات، مسابقة محمد السادس في تجويد القرآن الكريم وطنية، وأخرى مسابقات جزائية والناظور، وسأتابع قراءتي بمعهد الإمام المالك، وأتمنى أن أكون من القراء الكبار، وسأتابع قراءتي للعلوم الشرعية. What? Yeah.